السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. بما اننا في عاشوراء وحنا متعودين كنحضروا بحال هاد الاشياء، بحال هاد القريشلات الصغار، هاد الكعك الصغير، هاد المنقوش، حنا في اسفي تنحضروا بحال هاد الشيء. تنحضروا هاد الكعك الصغير وهاد الكبير المنقوش. غادي تشوفوا معايا في الفيديو كيفاش الطريقه ديالو حتى كنقشوا، وحتى انا اول مره غادي نديرو، ما مالفاش تنديرو، ولكن دابا بغيت نجربو معاكم في القناه. وتنقول لكم الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، واللي ما مشتركش عندي تنقول لي مرحبا بك معنا في اسره هذه القناه، وخليكم معايا باش نشوفوا الطريقه ديال هذا الكعك. ويلا عندنا في المقادير جوج كيسان ديال السميده، عبرت بكاس ديال العنبه، وغادي نزيد عليهم جوج كيسان ديال الماء، الماء عادي ديال الروبيني جوج كيسان. وغادي نزيد عليهم جوج كيسان ديال الزيت. ونزيد واحد القبيصه ديال الملح، ونديروا النافع. النافع ما كنعبرش، كل واحد وعلى كاين اللي كيبي كثير، اللي بغى يدير قليل ماشي مشكل، يعني جهد شي 4 المعالق كبار، والزنجلان حتى هو كيبقى على حساب. سمحوا لي البنات، راه كنت كنصور ولكن طفى التليفون وما رديتش ليه البال. مني خلطت هذوك المقادير اللي شاركت معكم في الاول، بديت كنضيف كيلو ديال الدقيق. هزات لي العجينه كيلو ديال الدقيق، بديت كنضيف بشوي بشوي حتى شفت شحال هزات لي. هي ديك المقادير كتهز كيلو. العجينه غادي خاصنا تكون شويه قاصحه، ما تكونش خفيفه، حيت غادي نديروها في هاد الماكينه، باقي غندوزوها من هاد الماكينه، وباش ما تعذبناش ملي نشكلوا الكعك ونحطوه في اللاطه اللي غيطيب فيها. وهذا هو البنات العجينه، من بعد ما ساليتها كنغطيها، ضروري خصنا نغطيوها بالسلوفان ولا بشي بلاستيكه باش ما تنشفش لينا. غادي ناخذ شويه ونديرو في هاد الماكينه اللي تنخدموا بها الكعك. الماكينه ديال الكفته اللي تنطحنوا بها الكفته راه حتى هي كيديروا بها الكعك. تستمر بحال هكا حتى كنخرج بزاف ديال العجينه، وكنبدا نقطعها على القياس اللي بغيت. هادشي علاش قلت لكم خص العجينه تكون شويه قاصحه باش ما تعذبناش في الخدمه. بحال هكا دابا راه واخا نخرج بزاف ما نخافش تلاصق ليا ولا تعاود تعجن مع بعضياتها. تناخد انا يا راه سبق لي وخدمت شويه، كناخد واحد القياس ونبدا نقطع عليه. شتي دغيا كتفك ما كتلصقش ليا. انا البنات راه انا اول مره غادي نخدم هذا الكعك معاكم، غير دابا العواشر، وقلنا نديروا الباروك ونشاركوا معاكم. شتي كنقطع بنفس القياس، وكنبدا نحط في واحد طبصيل ولا شي حاجه على جنب حتى كنكمل، عاد نبدا نصايبو. انا غادي تشوفوا معايا الطريقه، غادي تكملوا معايا وتشوفوا الطريقه كيفاش.
كنستمر بحال هكا حتى كنقطع على القياس، نخرج القياس اللي بغيت ونبدا نصايب فيه. هنكمل بحال هكا ونرجع معاكم. ودابا البنات من بعد ما كملت هذيك الكميه اللي غادي نخدم بها، نحاولوا البنات ما نكثروش من العجينه باش ما تنشفش لينا، نخرجوا غير كميه قليله باش نغلبوا عليها دغيا. دابا غادي ناخذ واحد ونتشكلو، ندير ليه بحال هكذا. هنا الطرف ديال هاد الحربول نحاول نرقه هكايا، وتا هذا نحاول نرقه، نحاول نرقه من هاد الطرف ومن هاد الطرف. صافي، وناخد هذا هذا كنقولوا ليه حنايا المنقاش، هو باش كنكشو هاد صافي. وكنبدا كنخلي واحد شويه وكنبدا كندير وحده حده وحده، ما كنبعدهمش. صافي، وكناخد الكعك ديالي وكندير له هاد الطرف اللي قلت لكم نبعدو شويه نخلوه، وكنديرو فوق هذا، وكنجيبو هاد العوينه هادي وكنضغطو بها باش كتخرج ليا ديك العين. صافي، وكنحطو على جنب تنكملو داكشي اللي عندنا. وكناخد ثاني واحد اخر ونبدا نشكل فيه. نرقو هاد الجناب كيف قلت لكم، الطريف هنا نحاولو نضغطو عليه نرقوه مزيان. ناخدو تاني المنقاش ونبدا وحدة حدا وحدة، مكنهزوش يدينا، كنبدا وحدة حدا وحدة. انا كيف قلت لكم البنات، انا اول مره كنصايبو، غير بغيت نشاركو معاكم. صافي، وكندير واحد فوق واحد وتندير بديك العوينه. صافي، ونحط ونعاود تاني ناخذ واحد اخر نصايب معاكم واحد اخر. ما كنضغطوش عليه، ما كنرقوش بزاف، خلوه من الوسط غليظ شويه، غير من الجناب اللي نضغطو عليه بحال هكا نرقوه. صافي، ونخلو شويه هاد الطريف اللي رققناه نخليوه. صافي، ونبداو. قلبتو انا نبدا ندير وحده حده وحده. صافي، ونجيبو اللوي وندير هذا فوق هذا ونورك عليه بهاد العوينه، غادي يلصقو مع بعضياتهم. صافي، نستمر بحال هكا حتى نكملهم ونديرهم في اللاطه ديالي. وهذه هي البنات، من بعد ما شكلت هذوك الكعك ديالي ستفتو في الطاوه، والا عوجت لينا شي وحده ولا هذه نقادوها بحال هكا باش يجوا بحال بحال. ودابا غادي ندخلو الفران. انا عندي الفران غير ديال الغاز. الطريقه باش كنطيبوه، كندير واحد الطاوه الفوق من طبيعة الحال، كندير واحد الطاوة كنكفيها وتندير فوقها هاد الطاوة اللي ديال الكعك باش يتحمر ليا مقاد. ومن بعد ما كيتحمر شوية من التحت كنهبطو لتحت باش يتكمل التحمار ديالو، وغادي نرجع معاكم مني طيب ونوريكم الشكل كيفاش. دابا البنات غادي ندوز معاكم لواحد الشكل اخر، تا هو معروفين به اسفي الكعك، كيقولوا لي كعك الصابرات، تسمى بهذا الاسم حيت هو فعلا البنات كيبغي شويه الصبر وكياخذ الوقت، داكشي علاش سماوه بحال هكا. ها انتم معايا غادي تشوفوا الطريقه كيفاش.
دابا انا خديت العجينه ودرتها في الماكينه ديالي وكنخرجها بنفس الطريقه، كناخذ بحال هكا شويه ونقطعو هكايا غير طريفات صغار صافي. و تنبدا ندير لهم هكا، كنبدا نديرهم غير في يدي، تنديرهم هكا غير حربول صغير و تندير لهم هكا، طريقه سهله صافي. و تنستف كناخذو ثاني وحده اخرى باش تشوفوا هنا، كنحربلو غير هكا بين يدينا، نرقو و تنديرو ليه هكا صافي. و كنستفو في اللاطه بحال هكذا حتى كنكمل. هذا كنديرو تنخلطوه مع الفاكهه ديال العيشور صافي، كنستمر بحال هكا حتى ساهل. غير هو مع صغيور تيشد اليد كتبقاي تخدمي، كنبقاو نديرو ليه هكا و تندورو بحال هكدايا صافي. نستفو في اللاطه. وهذا البنات هو الشكل الكعك ديالي اللي شاركت معاكم اليوم كيفاش تيجي. راه تيجي منقوش وتحمر شويه حيت كيبان من بعيد محمر بزاف، راه ما محمرش بزاف، هو هذاك غير كيبان هكاك. غادي نقسم معاكم، شتي دغيا كيتقسم، غاتيجي هشيش ما كيجيش قاصح. وهذا هو ذاك الكعك اللي قلت لكم، كعك الصباره تنقولوا ليه، كيفاش تيجي حتى هو كيجي بحال هكا. كنخلطوه مع الفاكهه كيف سبق وقلت لكم، و تنقول لكم عواشركم مبروكه. الى اللقاء، نتلاقى بكم في فيديو اخر. خليت لكم راحه الله ومع السلامه.